مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. لقاءنا يتجدد اسبوعيا على شاشه النيل للاخبار وبرنامج افريقيا، نظره على الشان الافريقي وكل ما يتعلق بملفات القاره السمراء الساخنه واهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجوله اخباريه افريقيه. اختتم وزراء الخارجية الأفارقة مساء اليوم أعمال اليوم الأول لاجتماعات المجلس التنفيذي في دورته 34 التمهيدية لأعمال القمة 32 والمنعقدة في أديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. بحث الوزراء الأفارقة خلال اجتماعاتهم عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية. كما ناقش المشاركون تقرير الدورة العادية 37 للجنة الممثلين الدائمين، وتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الوضع الإنساني في القارة، وتقرير رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف مشروع إقامة منطقة حرة لوجستية مصرية في جيبوتي، والتي تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الأفريقية وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتي، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة. وعلى هامش اجتماعات المجلس التنفيذي التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة حاليا في أديس أبابا، التقى شكري أيضا بوزيري خارجية كل من بوروندي وسيراليون، حيث تم بحث مجالات التعاون وسبل تعظيمه في كافة المجالات. تقرير هام للاتحاد الأفريقي ذكر أنه يتواجد على أرض القارة السمراء أكثر من ثلث الأشخاص المشردين قسرا في العالم، من بينهم 6.3 مليون لاجئ و 14.5 مليون مشرد، فيما يعيش في مصر نحو 509,900 طالب لجوء. حذر التقرير من تعرض هؤلاء المشردين في كثير من الأحيان للإيذاء والاستغلال والانتهاكات في سياق تدفقات الهجرة المتقلبة. وخلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا تمهيدا لانطلاق القمة الأفريقية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في دورتها 32 يوم الأحد القادم والتي تستمر لمدة يومين، تم تحديد عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا موضوعا للقمة وشعارا لها للعام الجاري. من أبرز الأحداث الأفريقية هذا الأسبوع، توقيع حكومة أفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة اليوم بالأحرف الأولى اتفاق سلام جديد خلال حفل أقيم في العاصمة السودانية الخرطوم. وقع الاتفاق بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس أفريقيا الوسطى أركانج توديرا. كان الفرقاء في أفريقيا الوسطى قد توصلوا إلى اتفاق حول المسائل الخلافية الكبرى خلال مفاوضات الخرطوم. من جانبها أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس عن ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى، مؤكدة دعمها الكامل لتنفيذ الاتفاق من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في دولة أفريقيا الوسطى الشقيقة، بما يتسق مع تنفيذ المبادرة الأفريقية الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وهو ما سوف تحرص مصر على متابعته خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019. للمتابعة انضم إلينا هاتفيا الدكتور ماهر شعبان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة. دكتور ماهر مساء الخير وأهلا بك، ويعني بالتأكيد هذا الاتفاق يعد تاريخيا أن يتم إسكات الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى، في رأيك إلى أي مدى سيتم الالتزام بهذا الاتفاق، خصوصا وأن الخرطوم رعت هذا الاتفاق والوساطة نجحت في توقيعه على أرض السودان؟ ومن حسن الطالع أولا أن يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسته للاتحاد الإفريقي بسلام المصالحة لتبدأ القارة الإفريقية تعرف طريقها نحو الاستقرار، وبالتالي إن ما حدث في أفريقيا الوسطى ونجاح الحقيقة حكومة أفريقيا الوسطى وحكومة الخرطوم
في أن تجمع تلك الفصائل المسلحة على بند المصالحة من أجل الغد، هذا إن دل على شيء إنما سيدل على أن القارة الإفريقية تحاول بقدر المستطاع أن تحل خلافاتها في داخل القارة الإفريقية. وأنا كنت واحد من الناس السعداء الذين علموا أن الرئيس عمر البشير هو الذي يرعى هذا الاتفاق، وكنت أكثر سعادة حينما صدر بيانا من حكومة جمهورية مصر العربية تعلن عن تأييدها وترحيبها بإنهاء فترة من فترات عدم الوفاقة في جمهورية أفريقيا الوسطى، لأنها تمثل الحقيقة إحدى بؤر النزاع في القارة الإفريقية. ولذا فنرى أن الجهود المبذولة التي بذلتها مصر من بعيد، وبالتالي أيضا نجاح الخرطوم في جمع هذه الفصائل على الأرض السودانية، هذا إن دل على شيء إنما سيدل على أننا في قارتنا الإفريقية نحاول بقدر المستطاع أن نحل خلافاتنا بداخل القارة. ولا شك أن هذا الخلاف الذي وقع بالأحرف الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم سوف يؤدي إلى إحلال السلام في بؤرة عزيزة على القارة الإفريقية ألا وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، ونحن نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لإحلال السلام القائم على العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى. شكرا جزيلا دكتور ماهر شعبان، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة. أعلنت الشرطة الصومالية اليوم ارتفاع عدد قتل الهجوم بسيارة ملغومة في مركز للتسوق بالعاصمة مقديشيو، وارتفع إلى 11 قتيلا حصيلة ضحايا فضلا عن إصابة العشرات. تزامنا أعلن ضابط بارز بالشرطة الصومالية أن موظفا يعمل في منطقة بلاد بنت شبه المستقلة في الصومال لقي مصرعه في هجوم إرهابي، فيما أصيب ثلاثة آخرون في نفس الاعتداء الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية قبل أيام. شهد اليوم الختامي لزيارة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تنزانيا نشاطا مكثفا شامل العديد من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع المسؤولين التنزانيين وعلى رأسهم وزير الدفاع والخدمة الوطنية ووزير الزراعة التنزاني ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك للتباحث حول إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بين البلدين. وذكر بيان للوزارة أن ذلك يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز الدور المصري في قارة أفريقيا، وأن تسعى وزارة الزراعة إلى نقل خبراتها الفنية والزراعية لشعوب الدول الأفريقية باعتبارها لامتداد الاستراتيجية والحيوية لمصر. أيام معدودة وتتسلم مصر رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقي لتتوج بذلك عودتها القوية إلى الساحة الأفريقية منذ أن وجهت القيادة المصرية وجهها في السنوات الأخيرة بشكل جاد نحو القارة السمراء بهدف استعادة قوة العلاقات المصرية الأفريقية وعودتها إلى مكانتها الطبيعية. هذا هو ملفنا الذي نطرحه للنقاش هذا الأسبوع في برنامج أفريقيا، لكن في البداية نستعرض مع حضراتكم خطوط عريضة لهذا الحدث الهام الذي تستعد له مصر. في البداية طبعا تمثل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بداية مرحلة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الأفريقية، ينتظر أن تواصل خلالها مصر اهتمامها وجهودها لتعزيز تلك العلاقات ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر والفعال في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة. الأرقام مشاهدينا تظهر حجم الاهتمام الذي أولته وتوليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة مكانة مصر وموقعها على الساحة الأفريقية ووصل ما انقطع من علاقات وتعاون بين مصر ومحيطها الأفريقي خلال سنوات طويلة. من أهم معالم تلك العودة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة بنفسه في معظم القمم الأفريقية منذ توليه الرئاسة في عام 2014، فضلا عن تكثيف القاهرة للفعاليات والأنشطة التي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية. فقد أصبحت مصر في السنوات الأخيرة
ملتقى لكثير من المؤتمرات والفعاليات المعنية بالقضايا الأفريقية، ولعل آخرها كان منتدى أفريقيا 2018 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر الماضي بحضور عدد من القادة الأفارقة وقرابة 3000 من رواد الأعمال الأفارقة. سبقه في شهر أغسطس من نفس العام اجتماع لمجلس محافظي ورؤساء البنوك المركزية الأفريقية. من النقاط الهامة أيضا التي تشير إلى توجه القيادة بقوة نحو الحفاظ على العلاقات مع أفريقيا، الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات بين دول حوض النيل، وضرورة العمل على تجاوز أي اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل. استبقت مصر تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تستهدف تعزيز علاقتها مع أفريقيا وتفعيل وجودها على الساحة الأفريقية. من بين هذه الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى أفريقيا 2018، وكانت إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، واعتبر ذلك خطوة هامة لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم وتفاوض مع مؤسسات دولية لدعم البنية الأساسية في أفريقيا. خطوة أخرى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توفير 100 منحة تدريبية عسكرية لمختلف دول القارة خلال العام الحالي، وبدأت الحكومة المصرية بالفعل في اتخاذ قرارات تتيح معاملة تفضيلية للأفارقة في مصر وتعزز من التوجه المصري نحو أفريقيا. شملت هذه القرارات مبادرة لتدريب الشباب الأفريقي في معهد التخطيط القومي المصري في مجال الإصلاح الإداري، وأيضا التخطيط الاستراتيجي ورفع قدرات الجهاز الإداري، وبرامج أخرى خاصة بالتأهيل السياسي للمرأة والدراسات الاستراتيجية والأمنية، مع بحث تقديم برامج خاصة بريادة الأعمال في المدارس والجامعات. أما فيما يتعلق بأولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لا سيما في ظل التطلعات الأفريقية للدور المصري في تعزيز وتفعيل التعاون بين دول القارة، فقد أعلنت مصر عن حزمة من الأولويات في العديد من المجالات، على رأسها دعم جهود الاتحاد الأفريقي في استكمال منظومة السلم والأمن وإصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي وتعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب وتكثيف منابع التطرف الفكري. مصر ستعمل أيضا على تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، وتأسيس وإطلاق مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في مصر عام 2019. هذه مشاهدينا خطوط عريضة متعلقة بأولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وأيضا جهود دبلوماسية قامت بها مصر قبيل تسلمها رئاسة الاتحاد. قراءة في الأولويات المصرية خلال عام 2019 بعد تسلمها رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقي، نتناولها في حوار خاص ولكن بعد متابعة التقرير. المرتقبة للاتحاد الافريقي التي ستجرى خلال قمة الاتحاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يومي 10 و11 من الشهر الحالي تمثل مرحلة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الافريقية، وينتظر ان تواصل مصر خلالها الاهتمام بجهود تعزيز تلك العلاقات فضلا عن نقلها الى افاق ارحب واوسع من التعاون المثمر والفعال في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة السمراء. وتضع مصر بجميع مؤسساتها تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والاقليميين والمحليين في صدارة اولوياتها، حيث اكدت القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجاهزية المطلقة لتسخير امكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لأفاق أرحب في ضوء حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية. وحسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية، فإن مصر تركز خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي
على دفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، فضلا عن إطلاق منتدى رفيع المستوى تحت عنوان منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. كما تضع مصر نصب أعينها مسألة تعزيز السلام والاستقرار في القارة الإفريقية ومعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بإيجاد حلول للنزاعات في القارة. ووفقا للمحللين السياسيين، فإن قضيتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية ستحتلان مكانة متقدمة في اهتمامات مصر التي ستسعى عبر ما لديها من إمكانات وخبرات لتدعم قدرات القارة السمراء في مواجهة تلك التحديات. ويحتل البعد الاقتصادي في العلاقات الإفريقية أولوية كبرى بالنسبة لمصر التي تعطي اهتماما خاصا بالتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، حيث ستركز مصر على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية لشعوب القارة. إذن من جديد، تقود مصر أفريقيا برئاستها الاتحاد الأفريقي بعد أيام، كما قادت القاهرة حركات التحرر الأفريقي في الستينيات من القرن الماضي. تعود مصر وبقوة لتقود القارة نحو التنمية وحل نزاعاتها السياسية والعسكرية. حول هذا الملف مشاهدينا يدور النقاش مع ضيفينا الكريمين في الاستوديو، سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا سيادة السفير. معي أيضا الأستاذ ناصر شيخ رفاعي الباحث السياسي النيجيري. أهلا بك معنا سيد ناصر. أهلا وسهلا. كما أرحب بضيفنا من الخرطوم على الهواء مباشرة عبر سكايب الأستاذ أحمد البلال، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم السودانية. أهلا بك معنا سيد أحمد. عليكم السلام، مرحب بك. مرحب بك. يعني أبدأ معك، وكيف ترى يعني ملامح العلاقات المصرية الأفريقية في ضوء تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي؟ نعم، أنا أعتقد يعني هذه لحظة تاريخية جديدة في تاريخ العلاقات العربية الأفريقية من جانب، العلاقات المصرية الأفريقية من جانب آخر، حيث أن موقع مصر في قلب العروبة وفي قلب العالم العربي حجما وتأثيرا وثقلا يجعل لهذه الرئاسة نكهة وقيمة خاصة، هي يمكن أن تلعب دور كبير جدا في زيادة اللحمة والرابط القوي بين العالم العربي وبين القارة الأفريقية من جانب، ومن جانب آخر بين الاتحاد الأفريقي و العالم بحكم العلاقات الواسعة والمميزة لمصر في العالم كله وبأوروبا خاصة وبأمريكا بصورة أخص. أنا أعتقد هذه فرصة يعني كبيرة جدا، يمكن أن تضرب فيها الكثير من العصافير بحجر واحد من خلال هذه الرئاسة المصرية للقارة الأفريقية عبر الاتحاد الأفريقي. نعم، أرجو أن تبقى معنا سيد أحمد البلال. أنتقل إلى ضيوفي في الاستوديو. سيد سفير، يعني العديد من القضايا يعني مصر تراها أولوية في رئاستها للاتحاد الأفريقي، قضايا حل النزاعات في أفريقيا بما أنه طريق واضح نحو التنمية، قضايا اللاجئين الذين وصل عددهم إلى أعداد خطيرة، يعني عندما يذكر تقرير الاتحاد الأفريقي أن المشردين في أفريقيا هم الأكثر حول العالم، هذه قضايا يعني محورية. كيف ترى عمل مصر خلال هذه الفترة؟ كيف يمكن أن تساهم في حل هذه القضايا؟ هو طبعا يعني هناك مجموعة من الأولويات، وأنا أفضل أن نحن نقول أنها حزمة من القضايا
مرتبطة ببعضها ومتداخلة، لكن لعل من أهمها وله تداعيات والتي تؤثر على قضايا الأخرى هو موضوع الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وبالتالي موضوع الهجرة والنزوح واللاجئين مرتبط ارتباط جوهري بموضوع الأمن، وله تداعيات وإفرازات على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. من هنا فهناك موضوع الأمن والاستقرار هو يمكن الموضوع الرئيسي ارتباطا بالتيمة بتاعت الاتحاد الأفريقي في هذا العام، وهي خاصة بالهجرة، خاصة وأن مصر في هذا الصدد تحركت مسبقا قبل اجتماع قبل تسلم الرئاسة، سواء كان في ذلك في الإطار العربي أو في الإطار العربي الأوروبي عندما شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء الخارجية العربي الأفريقي. النقطة الثانية أو الملف الثاني ذات الأهمية البالغة هو الملف الاقتصادي، وهو واضح أن مصر استعدت بشكل يعني نشط وفاعل ومؤثر سواء على المستوى الداخلي سواء في اتصالاتها بالخارجية قبل تسلم القمة لدفع عملية التنمية المستدامة في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063. وأعتقد أن الهدف الرئيسي من هذا التحرك هو التوصل إلى إدماج ثلاث مناطق التجارة الحرة في منطقة قارية واحدة. أعتقد أن هذا الهدف إذا تحقق، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتحقيقه، خاصة أنه بدأ في شرم الشيخ في عام 2015 بتوقيع اتفاق ما بين مجموعة من الدول الأفريقية، صحيح. ثم في كيجالي في عام 2018 بين 44 دولة من بينهم مصر، تم التصديق من جانب 12 دولة، وهناك 8 دول مطلوبين عشان خاطر يتم تفعيل هذا الهدف، وبالتالي هناك أمال كبيرة أن يتم تفعيل هذا الهدف وتبقى يتم إنشاء منطقة تجارة أفريقية حرة. إنشاء هذه المنطقة سيكون له أبعاد وتداعيات إيجابية للغاية فيما يتعلق بالاستثمار، فيما يتعلق بالاستثمار خاصة في البنية التحتية، فيما يتعلق بالاستثمار فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، القطاع الزراعي، قطاعات بناء القطاعات بناء الكوادر أو البناء الإنساني. هذا فضلا عن أنه سيتيح فرص أكبر للتعاون الاستثماري ما بين مصر والدول الأفريقية، ثم بين الدول الأفريقية ومصر، وأيضا في إطار العالم الخليجي، سواء كان الجانب العربي بحيث يكون هناك في النهاية نوع من التكامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي والإسهام في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعني إذا حضرتك ترى أنه يعني اتفاقية التجارة الحرة تفعيلها يعني هو ضرورة ملحة يعني لابد أن تعمل عليها مصر خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأفريقي؟ أعتقد هذا هدف استراتيجي، وكان هناك تصريح للسيد وزير الخارجية بأن مصر ستأمل أن يتم تحقيق هذا الهدف في تلك الرئاسة. سيد ناصر، يعني مواجهة الإرهاب في أفريقيا أيضا من الملفات الملحة، هل ترى يعني في تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي وحل النزاعات هو أيضا وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة الإرهاب؟ والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تسلم سيادة الرئيس أبو الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي يعني له يعني مغزى كبير بالنسبة للدول الأفريقية. نعم. وكما أن يعني نجاح سيارته في يعني قيادة مصر إلى أن تتغلب على ما كانت تعاني منه من إرهاب وتدني الاقتصاد المصري، أعتقد هذا يعني مؤشر على أن إن شاء الله هذه القيادة سوف تساعد إخواتها في قارة السمراء بالنسبة لمكافحة الإرهاب الذي تغلبت عليه القوات العسكرية المصرية في الداخل. ولذلك أعتقد يعني كثير من الدول الأفريقية تحتاج إلى هذه المساعدة إلى مساعدة مصر لهم بالنسبة لمكافحة الإرهاب، لأن التطور أو التقدم الأفريقي يعتمد كلية يعني المرحلة الأولى لازم تكون أمنيا أن يتغلبوا على مشاكل الأمنية التي يعني تعاني منها أغلبية الدول الأفريقية وخاصة الغرب الأفريقي وشوية من يعني من شرق أفريقيا مثلا أو وسط أفريقيا، كما نرى مثلا في دولة أفريقيا الوسطى التي الحمد لله يعني اتفقوا أو وقعوا على أحرف الأولى. صحيح، وهذا يعد من أبرز الأحداث أفريقيا هذا الأسبوع. نعم، لذلك أرى أن إن شاء الله يعني في مؤشر أو في يعني مؤشرات على أن هذه المشاكل سوف يتم التغلب عليها بقيادة يعني فخامة الرئيس
للاتحاد الافريقي ان شاء الله عن قريب. يعني بما ان حضرتك ذكرت يعني الاتفاق الذي توصلت اليه افريقيا الوسطى مع الجماعات المسلحه وتم توقيعه بالاحرف الاولى، يعني انتقل بهذا الملف الى الاستاذ احمد البلال من الخرطوم. بما انه هذا الاتفاق كان برعايه سودانيه، هل في رايك انه افريقيا يعني استوعبت الدرس انها يجب ان تنهي مرحلة النزاعات التي قادت شعوبها إلى العديد من الدمار وأدت يعني شعبها إلى النزوح والتشرد؟ والله أنا أعتقد أن أفريقيا قطعت عبر الاتحاد الأفريقي شوطا كبيرا في جانب التعاون الأمني بإنشاء مجلس السلم الأفريقي وكذا، ولكن هناك يعني المجال الاقتصادي والتجاري البيني ضعيف للغاية. أعتقد أن هناك الكثير من المبادرات الأفريقية الناجحة جدا خلال السنوات الماضية في مجال حل المشاكل الأفريقية سواء كان عبر الإيجاد مثلا كمثال أو عبر المبادرة السودانية نحو جنوب السودان، وأخيرا المبادرة السودانية عبر أفريقيا الوسطى. وأصلا يعني هذه كانت تجربة جيدة جدا، تجربة القوات المشتركة بين الدول الثلاث اللي هي هناك بدأت بقوات مشتركة بين السودان وتشاد، ويمكن تم تطويرها إلى قوات مشتركة بين الدول الثلاث. هذا ساعد كثير جدا، ويمكن أن يساعد مثل هذه القوات مع مصر ومع ليبيا لما حالة ينسدح وينصلح، والعديد من الدول الأخرى. هذا أنجع طريقة لمكافحة الإرهاب عبر هذه القوات المشتركة، لأن هذه الحدود ممتدة بين هذه الدول. أفريقيا بها الكثير من المشاكل بين دولها المجاورة بعضها البعض، وبين يعني وهذه شكلت الكثير من بؤر النزاع في القارة الأفريقية. أعتقد أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، تجربة مصر الطويلة طويلة جدا وحضارتها العريقة جدا، يمكن أن تساهم كثيرا جدا في حل النزاعات الأفريقية، والتي تعتبر واحدة من أهم القضايا الملحة. نعم. التي نتوقع أن تلعب فيها مصر دورا محوريا وكبيرا. فإذا حدث الاستقرار لابد أن يتم الانتقال إلى ما هو أهم، وهو التعاون الاقتصادي الأفريقي العربي. نحن لا نتحدث عن تعاون أفريقي مصري، نحن الآن أنا يعني تهليت حديثي في بداية ما تحدثت عنه، تحدثت عن التعاون العربي الأفريقي بحكم أن مصر هي قلب العالم العربي، ولذلك كلما ازداد التعاون العربي الأفريقي إلغاء زاد التعاون المصري المشترك الأفريقي. نجد غياب العرب، هناك غياب تام وتجاهل من العالم العربي لأفريقيا، والغياب ده بلد دول أخرى والكبرى الصين وزي فرنسا وما إلى ذلك. نعم. إحنا غياب لدى والذي أدى لدخول دول أخرى. أعتقد أن عودة القيادة لمصر يمكن أن يساهم كثيرا في هذا الملف. أشكرك جزيلا على عرض هذه النقطة التي يعني بالتأكيد يعني نستغلها في النقاش من سكايب من الخرطوم عبر سكايب على الهواء مباشرة، الأستاذ أحمد البلال الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم السودانية. شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الجزء من الحلقة في برنامج أفريقيا. أشكرك شكرا جزيلا. سيد سفير، يعني معرض الدكتور أحمد البلال يعني متشابه مع طرح يعني سبق وأن عرضت سيادتك، نحن في أشد الحاجة إلى حالة من التكامل، ليس فقط الأفريقي الأفريقي وإنما العربي الأفريقي، إلى أي مدى مصر يمكن أن تساهم في ذلك؟ مما لا شك فيه أن مصر أولا ترأس الاتحاد الأفريقي، والإعلام من حسن الطالع أن هناك مؤتمر قمة عربي سيعقد قريبا، ثم هناك قمة عربية أفريقية ستعقد في الرياض في عام 2019.
مصر بحكم رئاستها الاتحاد الافريقي ودورها وتواجدها باستقلالها وزنها في الاطار العربي تستطيع ان تطلع بهذا الدور، خاصه فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، خاصه فيما يتعلق بموضوعات الامن ومكافحه الارهاب، وخاصه فيما يتعلق بالامن والاستقرار في منطقه البحر الاحمر والقرن الافريقي. كل هذه المناطق سواء كان استثمار سواء الامن في البحر الاحمر والقرن الافريقي مساله مرتبطه بالامن، مرتبطه بالنواحي الاقتصاديه. المنطقة الخليج أو المنطقة العربية لدي الإمكانيات رأس المال ولدي إمكانيات التكنولوجية الحديثة. القارة الأفريقية لها أيضا لدي إمكانيات وذاخرة بموارد، ذاخرة بالثروات الطبيعية سواء كانت طبيعية سواء كانت القطاع الزراعي القطاع الصناعي. هناك من الممكن أن يكون هناك نوع من التكامل ما بين الجانبين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وأيضا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقضايا الخاصة بالنازحين واللاجئين والإتجار بالبشر. أعتقد أيضا في هذا الصدد لابد أن نشير إلى أن العلاقات ما بين الجانب العربي والجانب الأفريقي يجب أن ننظر إليها في إطار رؤية واحدة، ليس هناك دائرتين منفصلتين وإنما هناك تداخل بين الدائرتين. نحن نجد في القارة الأفريقية ما يقرب من 11 دولة عربية، أكثر الشعوب العربية موجودة في القارة الأفريقية، ولديها من الإمكانيات والموارد التي يمكن من خلالها أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي يدفع عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية إلى آفاق أرحب ويحقق أهداف برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وأيضا سيكون بالتالي له تأثيرات وتداعيات إيجابية على الجانب العربي. فبالتالي أعتقد أن هذا التعاون يعني له أهمية بالغة في المجال الأمني وبالتالي في المجال الاقتصادي وأيضا في المجال الإنساني، بل نستطيع أن نقول أيضا يمتد هذا التعاون إلى المجال الثقافي. نعم. لأن المجال الثقافي أعتقد في غاية الأهمية وهناك تداخل بين الثقافات العربية والأفريقية. طيب هل تتفق يعني سيد ناصر مع ما طرحه الأستاذ أحمد البلال من غياب عربي سمح لوجود قوى يعني غربية أخرى داخل أفريقيا؟ هو لا يتحدث عن غياب فقط اقتصادي وإنما يتحدث أيضا عن الأمور الثقافية، يعني حتى كما ذكر سيادة السفير، هل تلمس ذلك؟ والله فعلا يعني هذا واضح جدا، لكن يعني في بعض الدول ممكن يعني تكون معذورة عن عدم تواجدها بقوة في محفل الاتحاد الأفريقي، لأن حتى في بعض الدول العربية فيما بينها يعني في مشاكل كثيرة وعدم التوافق سياسيا في بعض الأمور واجتماعيا، هذا ممكن يكون من ضمن الأسباب التي منعت أو خلت بعض الدول العربية يعني ابتعدت عن يعني عن الاتحاد الأفريقي. لكن أنا أعتقد يعني بكل قوة حتى دول أفريقية يعني جلها أو أكثرها بدأوا يفوقون، لأنهم كانوا فعلا في نوم عميق يعني بعض الدول الأفريقية كثيرا، بداية من عدم الحكم الرشيد الذي المفقود في كثير من الدول الأفريقية، الذي من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الفساد كثير من الدول الأفريقية وبالتالي تدهور الاقتصاد للدول الأفريقية. لكن بوجود يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا كله يعتمد على ما سوف تقدمه الدول الأفريقية نفسها لسيارته لكي حتى يتمكن من مساعدة يعني الدول الأفريقية كثيرا لكي تقوم على رجليها مرة أخرى لتقدم الشعوب الأفريقية. أيضا ممكن أقدر أقول يعني الدول الأفريقية يعني أمامها تحدي كبير، لأن ليس معنى أن يعني نجاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل يعتمد على أساس يعني فكره سياسيا واجتماعيا وتحمله بكل الصعاب التي كانت أمامه. يجب على القادة الأفارقة أيضا أن يقدموا ما سوف يساعده في قيادة أفريقيا إلى ما نتمناه يعني، وخاصة ما الذي يعني تتمنى أن يقدمه القادة الأفارقة؟ والله نتمنى فعلا يعني أن يقدم القادة الأفارقة يعني سياسيا يعني مساعدة الخبرات المصرية، نقل الخبرة المصرية لكثير من الدول الأفريقية، هذا يعني محتاج، مع أنه أنا عارف يعني بدأ من زمان، وخاصة في يعني مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة كان يقوم يعني ب
يعني بعمل جبار يعني، وبداية من المدرسة الأفريقية الصيفية يعني 2063 التي قامت من شهرين في شهر ديسمبر اللي فات بقيادة المستر طبعا يعني حسن الغزالي، يعني كان فعلا يعني حوالي 23 دولة أفريقية كانت متجمعة، ومصريين من كثير من المحافظات، ممكن أكثر من 10 محافظات من شباب مصر كانوا متواجدين. رأيت أنها كانت تجربة مهمة، تجربة يعني مهمة جدا. وكمثلا كما قال سيادة المستشار بالنسبة للثقافة، ثقافة تدخلت يعني، أو يعني تدخل الثقافة والعلم والتعليم والكلام ده كله يعني الحمد لله كان متواجد بقوة في المدرسة الأفريقية، حتى يعني تبلور دلوقتي يعني كان يعني من هذه المدرسة مبادرات كثيرة، من أهمها بيت أفريقيا. بيت أفريقيا يعني كله بيتحدث عن بيت أفريقيا دلوقتي، لكي يعني فعلا الشباب الأفريقي المتواجد في مصر يقوم بما عليه أن يقوم به في بلده، وفي مساعدة الأفارقة الموجودين في القاهرة أو في بعض المحافظات المصرية كله. أعتقد هذا كله سوف يساعد يعني إن شاء الله سوف يساعد إلى قيادة ناجحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، لك تعقيب سيادة السفير على تجربة مدرسة أفريقيا الصيفية. أنا بس أضيف لما تفضل به الأستاذ ناصر نقطتين أساسيتين. أعتقد فيما يتعلق بدور مصر في الجانب الثقافي والجانب الاقتصادي والاجتماعي، الرئيس أشار إلى أهمية القوى الناعمة في تحركها في هذا الصدد. المسألة ليست قاصرة فقط على التحرك في الإطار الرسمي من خلال الوزارات والمؤسسات والآليات الموجودة في هذا الإطار، وإنما أيضا في إطار الخاص بالقوى الناعمة، ويقصد بالقوى الناعمة المنظمات غير الحكومية، يقصد بها الأزهر والكنيسة. أيضا هناك منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي سيعقد في اعتبارا من يوم 10 فبراير في أسوان، وهذا المنتدى ناتج أصلا عن منتدى الشباب الذي يعقد سنويا. أعتقد هذا التحرك وهذه الآليات سيكون لها تأثير كبير جدا فيما يتعلق بدفع عملية التعاون في الإطار الاجتماعي والتعاون في الإطار الثقافي، خاصة إذا تم تدعيمه بدور للقطاع الخاص ورجال الأعمال ورواد الأعمال. إذا تم تكاتف كل هذه القوى مع بعضها في إطار التحرك الرسمي جنبا إلى جنب معها، أعتقد سيكون هناك زخم قوي جدا لدور مصري متنامي ومتعاظم في إطار رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي. ونأمل أن لا يكون الأمر قاصر على فترة الرئاسة، وإنما يمتد إلى ما بعد الرئاسة. هو يعني سبق يعني فترة الرئاسة اللي احنا في انتظارها بعد أيام تسلمها رسميا جهود دبلوماسية عديدة. فيما يتعلق بقطاع الأعمال، في خطوة يعني قام بها الرئيس خلال منتدى أفريقيا 2018 بإنشاء صندوق يعني مخاطر الاستثمار في أفريقيا، هي خطوة في رأيك كفيلة بتشجيع يعني رجال الأعمال على التوجه نحو أفريقيا بدون الخوف على رأس المال؟ هو طبعا في ده كان في المنتدى الاقتصادي، تم بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار، وأيضا تشجيع الأفارقة على الاستثمار في مصر بتسهيلات ومناخ الاستثمار. أيضا النقطة الثالثة بجانب ما صدر كان في المنتدى، كان هناك أيضا تشجيع على أن تكون هناك دعم خارجي للاستثمار في القارة الأفريقية. يعني هناك ثلاث محاور أساسية: المحور ضمان مخاطر الاستثمار، ثم تجميع الاستثمار الأفريقي في مصر، ثم الدعم الخارجي للاستثمار في القارة الأفريقية بالتعاون ما بين الدول الأفريقية. مصر أعتقد بمثل هذه الرؤية سيكون هناك استثمار ضخم في القارة الأفريقية، وخاصة في مجالات محددة تدفع عملية التنمية، لعل أبرزها موضوع البنية الأساسية. البنية الأساسية هناك حديث كبير طويل عنها فيما يتعلق بطريق الربط بين القاهرة وكيب تاون، ثم الربط بين بحيرة فيكتوريا وبين البحر المتوسط، ثم دور الصين في موضوع الحزام والطريق، ثم الربط البري ما بين القاهرة والخرطوم، ثم امتداد هذا الخط إلى دول أخرى. هناك خط بحري، خط سكك حديد، خط ناري، ثم هناك ربط كهربائي. كل هذه الأمور أعتقد ستكون يعني في غاية الأهمية لدفع عملية التنمية، خاصة أن هناك استثمارات ستوجه أيضا إلى القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الثروة المعدنية. تمام. سيد ناصر، تعقيبك على يعني خطوة أيضا مرتقبة في عام 2019، وهي إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية في مصر. يعني عمل هذا المركز إلى أي مدى هو مهم
لتستكمل هذه المنظومة القضاء على التحديات التي تواجه أفريقيا؟ والله فعلا يعني كنت عاوز انوه على شيء مهم جدا، يعني هو دور الاعلام. قبل ما اتي على ما تحدثت عنه، يعني دور الاعلام كان مهم جدا جدا، واعتقد مصر يعني تنبحت بذلك من انشاء اذاعات الموجهه التي يعني توجه الى الدول الافريقيه بكل اللغات يعني او باغلبيه الدول اللغات الدول الافريقيه، طبعا بقياده يعني رئيس الشبكه سناء شافعي ومدير العام لحزم عبد الوهاب. يعني هذا بيقوم بتوعية الشباب الأفريقي أو الشعوب الأفريقية عامة بما يعني بما تقوم به مصر من دعم للدول الأفريقية أشقائها في كل المجالات. بالنسبة لسؤالك، فعلا يعني الدول الأفريقية أمامها تحدي كبير، لأن كل مساعدة التي ستأتي إلى الدول الأفريقية يعتمد على ما سوف تقدمه الدول الأفريقية نفسها، يعني أو قارة أفريقيا نفسها بما تدل على أنها فعلا هي يعني جادة في تقدم الشعوب الأفريقية وفي الإصلاح الاقتصادي الذي يعني تدهور من سنين عديدة. طبعا وأنا يعني نحن نعرف أسباب تدهور الاقتصاد الأفريقي من أولويات أو من ضمن الأسباب الكارثية التي أدت إلى هذا التدهور، طبعا يعني الفساد المستشري في أغلبية الدول الأفريقية كلها. لكن أنا أتمنى فعلا يعني نرى أن شباب أفريقيا فعلا يعني بدأ يعني يندفع للعلم. كل الدول الأفريقية علمت أن فعلا العلم هو القيادة الأولى بالنسبة لنجاح أي دولة في العالم كلها. كل الدول المتقدمة نجحت بالعلم والأبحاث وهكذا. لذلك الدول الأفريقية كلها توجهت الآن، والشباب الحمد لله يعني في توعية، كما قلت لحضرتك يعني شبكة الإذاعات الموجهة فعلا بتقوم بدور فعال، مع أننا ننتظر من التلفزيون المصري إذا كان حتى إن شاء الله يوجد حتى لو قناة واحدة تلفزيونيا على أساس تبص إلى أفريقيا حتى لو بلغة واحدة، لأن أغلبية الدول تأمل في قناة موجهة إلى أفريقيا يعني باللغة المحلية، عشان في أكبر اللغتين يعني مثلا حوسة وسواحيلي، هذه اللغتين إن شاء الله يعني ممكن غرب والشرق ويعني جنوب حتى جنوب، يعني في بعض الدول الجنوب بتتحدث سواحيلي. أعتقد هذا إن شاء الله يعني سيؤدي إلى تفاعل بين مصر وبقية يعني الدول الأفريقية إن شاء الله. إحنا وقتنا أخذ التعقيب الأخير سريعا. هو فيما يتعلق بالمركز، إنشاء مركز إعادة الأمر والبناء، أعتقد هذا المركز يعني دي رؤية عميقة ذات مغزى واضح، ولأن إنشاء هذا المركز كان القصد منه ماذا يمكن أن تقدمه الدول الأفريقية وخاصة مصر في مرحلة إعادة البناء والإعمار بعد مرحلة انتهاء النزاعات وتسوية النزاعات. ويمكن احنا شفنا من شوية أن المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة يناقش قضية الصومال وقضية ليبيا، نعم، وقضية أخرى كانت خاصة ب الكونغو الديمقراطية. دول في مرحلة إعادة بناء وإعمار، يعني أو على أمل أن يكون هناك إعادة بناء وإعمار. وبالتالي المركز هو هدفه، الهدف من إنشائه هو ما بعد فض المنازعات والتوصل لتسويات سياسية. نحن الآن في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وبالتالي رؤية مصر في هذا الصدد كانت بعيدة، بحيث أن يتم إسهام في إعادة بناء وتعمير الدول التي شهدت حروب أهلية وكان فيها نزاعات مسلحة. أشكركم شكرا جزيلا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أشكر أيضا الأستاذ ناصر شيخ رفاعي الباحث السياسي النيجيري. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة. في الأسبوع القادم قضايا أفريقية جديدة. إلى اللقاء.